التقى محافظ البنك المركزي حسن عبد الله نظيره الصيني بانكونغ في بكين، حيث ألقى حسن عبد الله كلمة أمام الحاضرين من كبار ممثلي المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض البنوك المركزية الأخرى. وأكد محافظ البنك المركزي خلالها على عمق واستراتيجية العلاقات الثنائية ما بين البلدين، كما ترأس الطرفان لقاء ثنائيا بحضور القيادات من الطرفين، ناقش خلاله تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدولتين واتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة والمساهمة في الاستقرار المالي. كما تمت مناقشة عزم القاهرة إصدار سندات البندا المقومة باليوان الصينية. وللمزيد مشاهدين حول هذه الزيارة والمزيد من المتابعة، ينضم إلينا الدكتور فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. دكتور فرج، أرحب بك على شاشة القناة الأولى. كيف يمكننا قراءة هذه الزيارة خاصة في ظل التعاون وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي ما بين مصر والصين، وأيضا قرب تفعيل عضوية مصر في البريكس؟ بداية أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك والسادة المشاهدين. بكل تأكيد يعني يمكن قراءة هذا الخبر وهذه يعني المحادثات في اتجاه أن هناك رغبة حقيقية من الجانبين في تعزيز التعاون الاقتصادي بشكل كامل، مش بس على المستوى التجاري ولكن على المستوى الاقتصادي ككل. يمكن اتباع النهاردة بياخد الشق النقدي من هذا التعاون. نعم. على مستوى التبادل التجاري من جهة، وعلى مستوى التمويل المتاح خلال الفترة المقبلة ما بين الطرفين. بكل تأكيد كما هو معلوم من المنتظر يعني في يناير المقبل دخول مصر عضويتها لمجموعة البريكس. نعم. وتحت المسمى الجديد بريكس بلس، وهيضم 10 دول بالإضافة إلى عضوية مصر. بكل تأكيد يعني هذه الدول بتمثل وزن نسبي يتخطى 40% من حجم الناتج الاقتصادي اللي موجود في العالم، يمثل وزن كبير للدول النامية والاقتصادات الصاعدة، ويمكن يجي في مقدمتهم الاقتصاد المصري. عشان كده كان من الأهمية أن يكون في تعزيز وتعميق للتعاون ما بين الأطراف المختلفة، خصوصا أن مصر يربطها ما بينها وما بين مجموعة بريكس بلس عددا من التجمعات الأخرى. ويمكن يعني مصر بتنخرط بشكل أساسي في حجم تمويل كبير مع مؤسسات تمويلية متعددة الأطراف مع الدول النامية. ويمكن هنا يستوقفنا أن هناك اتجاه عالمي نحو صياغة نظام نقدي جديد أو نظام عالمي جديد بشكل كبير بيوفر تمويل منخفض التكلفه للدول الناميه، يعد التمويل الاخضر والسندات الخضراء والمشروعات اللي بتعمل على يعني مواجهه التغيرات المناخيه. نعم. بشكل اساسي بيستهدف هذا التعاون تعميق التبادل التجاري من جهه، بالاضافه لتوفير تمويل منخفض التكلفه من جهه اخرى. نعم. دكتور فرج، يعني لعل الشغل الشاغل على مستوى الشارع المصري يعني بشكل أساسي هو مبادلة العملة أو التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية. إلى أي مدى ترى أننا في مصر قد أحرزنا تقدما مع الشريك الصيني في هذا الصدد؟ بكل تأكيد احنا كما هو معلوم اليوان الصيني من ضمن الخمس عملات الرئيسية لدى صندوق النقد الدولي، ويمكن التعامل به ما بين الطرفين. بكل تأكيد العالم بيشهد حالة غير مسبوقة من الحراك على المستوى الاقتصادي، وخصوصا فيما يتعلق بالمبادلات النقدية. يمكن شاهدنا خلال الخمس سنوات اللي فاتت عدد من أو حجم من التجارة الدولية كبير يتم مبادلته بالعملات الثنائية ما بين طرفين، ولكن احنا يمكن نتكلم على 2023 ولمدة خمس سنين هنشهد حراك على مستوى متعدد الأطراف وليس ثنائي فقط. نعم. عشان كده هنلاقي أنه عدد من الدول اللي موجودة في مجموعة بريكس بلس من المؤكد أنها تنخرط في تسوية معاملاتها التجارية بأي من العملتين
إما الصينية أو عملة مشتركة يعني وسيطة ما بين هذه الدول. بكل تأكيد الدولة المصرية يعني قطعت شوط كبير في هذا الاتجاه، هيعود بالنفع على سوق النقد الأجنبي في مصر بالدرجة الأولى، هيؤدي إلى سهولة في تدفق السلع وسلاسل الإمداد للطرفين، هيدي فرصة حقيقية للانخراط أكثر في بعض القطاعات الهامة يمكن يجي في مقدمتها القطاع الصناعي. هيؤدي في النهاية إلى تعزيز كفاءة الأسواق المالية على مستوى الإصدارات أو السندات أو التمويل الأخضر، هيدي فرصة أكثر في الانخراط في أسواق جنوب شرق آسيا بشكل كبير. من الماكر أنه هيدي انتعاشة يعني عاجلة فيما يتعلق بسوق النقد في مصر. أشكرك شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. إلى محافظة كفر الشيخ التي شهدت بدء موسم جني القطن، حيث تزرع محافظة كفر الشيخ التي تتميز بزراعة قطن طويل التيلة ثلث المساحة المنزرعة من محصول القطن على مستوى الجمهورية بنحو 84,200 فدان، ومتوسط إنتاجية الفدان يصل من 10 إلى 12 قنطارة. دي أحد الحقول الإرشادية اللي تم تنفيذ فيها كافة المعاملات والتوصيات الفنية. الصنف اللي موجود قدامنا هو صنف جيزة 94، يمكن إن شاء الله منظومة تسويق القطن السنة دي بتشهد تفوق ملحوظ جدا في أسعار القطن. عندنا 91 مجمع موزعين على كافة المحافظة، بنأمل إن شاء الله أن يبقى موسم تسويق جيد جدا لمحصول القطن. عندنا في المحافظة ائتمان 50,000 فدان 384، تم توفير مبيدات من قبل الوزارة اللازمة لموسم القطن كله، أفات أولى وبعدين رش وقاي أول وتاني، انتهينا من الأول والتاني والتالت على وشك الانتهاء منه. النهاردة في يوم حصاد القطن، يوم جني محسن، دور الإرشاد مع المزارع، بعمل ندوات إرشادية وعمل أيام حقل وعمل ندوات داخلية وندوات خارجية. طبعا الحمد لله والشكر لله احنا في موسم الخير والحصاد وموسم جني القطن، وده محصول يعني من أهم المحاصيل الاستراتيجية للبلد، والحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قدرنا نوصل لإنتاجية عالية جدا. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات التي ركزت الأسواق فيها على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء وأيضا الهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي. ارتفعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة تصل إلى 0.4% مسجلة 94.29 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.3% مسجلة 90.70 دولار، فيما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة تصل إلى 1% مسجلة 3 دولارات للتر. هذا فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.49% مسجلة 2.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أكد أن سعر وقود الطيران المستدام سيظل أغلى من الكيروسين على الأرجح حتى عند بدء الإنتاج على نطاق واسع، مشيرا إلى أن التكلفة لن تمنع شركات الطيران من تحقيق أهدافها الخاصة بانبعاثات الكربون. قدرت إياتا أن وقود الطيران المستدام يمكن أن يساهم في خفض قطاع الطيران من الانبعاثات بنسبة تصل إلى 65% تقريبا للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وذلك بحلول عام 2050. هذا وتوقعت أن ينخفض سعر هذا الوقود عندما تتم التسليمات على نطاق واسع مقارنة بالكميات الضئيلة التي تسلم حاليا، إلا أنه سيظل أيضا أغلى من الكيروسين.